مدرسة كربلاء تأسست بال 2005 لحد الآن معاناتها لا طلع لها زائر زارها. ورحنا للتربية وصلنا للتربية ونقلنا معاناتنا وقلنا لهم وإحنا ومختارنا ومنطقتنا ووجهانا ما لبونا طلب. قلنا لهم يابا أنتم صحيح المدرسة تقلعونها تشلعونها من أثرها يعني تبدون تشتغلون غيرها. قالوا المدرسة بالنسبة يديرون المدرسة التعاون أو مدرسة ربيعة. قلنا لهم بويا بالنسبة لطلاب عندنا ما يصير دولة ما يقدرون زين طين ومطار وطريق بعيد. احنا بالنسبة لنا جبولنا كرفانات. قالوا كرفانات ماكو. بعدين راجعناهم قالوا نصرف لكم كرفانات. راجعنا لحد الآن ماكو. المدرسة هسه حد الآن على سقوط يعني منتهي. هتشوف حيطانها مطررة رحلات ماكو يعني كل خدمات ما بيها. يعني شو نسوي؟ يا جهة نشتكي فيها هسه. احنا قلنا بركة الله هسه من إعلامكم هذا قناتكم الكريمة بركة الله يوصل الإعلام للدولة. شو نسوي؟ هذا العلم. هاي المدرسة أصلا من نجي من أهالينا من نجي من أنا قاعد الصبح بالسبعة أجي لها أجي من هناك للمدرسة. الطين ما نقدر الطين يوصل حد لجاي الطب للمدرسة الطب للمدرسة هم طين وين نولي بس إحنا والله مليانة اشتكوا ولما ملوا ما حد أجا. أجا المدير اللي جاي أجا المشرف أجا وكل أجا هم ما فادت وياهم. المدير قال لنا هاي نقلكم لغادي إحنا لا نقدر نمشي لا نقدر هاي الطين مسافة بعيدة نقدر نمشي من هناك ما نقدر نمشي من هنا لغادي ما نقدر يعني لأربعة ما نقدر للمساعدة ما نقدر من وين نولي والله ملينا من الله هسه بدلوها قالوا نحطها لكم غادي قلنا يلا هذا هو بس كذبوا علينا واحنا ملينا سمعتهم. نعاني من الطلاب المدرسة تفلشت ولا عندنا شيء ولا عندنا خدمات. تأسست سنة 2005 لحد يومك هذا 2023 ماكو لا خدمات لا شيء وصلها لا رحلات لا جام لا بنيان لا سيراميك لا شيء أي شيء ما وصل ليها. ثاني شغلة احنا نعاني من شغلة واحدة هسه بناء ما تقدر تبني ودينا كرفانات ودينا كرفانات ودينا شيء ندرس فيه. اما شغلة الثانية طون النقل نقل احنا ما يفيدنا بالشتاء طين ومطر طلاب نتعاني من هذا الشيء ولا عندنا وسيلة نقل ولا عندنا شيء. وسلامتكم وقناتكم الكريمة وبلكة لعل وعسى نستفاد منها. بالفترة اجوا دقوا الأعمدة هاي مال الخرسانية وراحوا وبعد لحد الآن ماكو أي إعمار على هاي المدرسة. يعني جاي نشوف احنا المدارس هاي بالأقضية والنواحي جاي تكمل وهاي تقريبا قريبة على مركز مدينة وما جاي تكمل. ناحية أور مضطهدة مظلومة هاي المدرسة صار لها أكثر من 10 سنوات ما كاملة. أطفال عندنا جاي يروح يمشي 2 كيلو يرجع 2 كيلو. مدارس ما عندنا بهاي المنطقة، منطقة كبيرة وكلها طابو هاي طابو ما بيها أي زراعي. وناس أطفال بعمر الورود هذول محتاجين هاي المدرسة، جاي يروح بالشتاء وبالحار وبالبريد، جاي يمشي 2 كيلو 3 كيلو في سبيل يوصل للمدارس الابتدائية. يعني مدرسة احنا بسنة 2023 ومدرسة ما عندنا، مدرسة هاي أبسط احتياجات الطالب العراقي. مدرسة نريد مدرسة في هاي المنطقة.
بخصوص المدارس، يعني احنا دا نعاني من هاي الحالة اللي هي المدرسة تتكون من رباعية وثلاثية وثنائية. هسه على اشول تكون ثنائية، يعني اذا هي على ثلاثية وازدحام وزخم ومدرسة بعيدة. وتفضل حتى تشوف هسه انت هاي المرفقة ادناي هسه هي وراي، يعني هسه تشوفها صار لها 10 سنوات على حطتها، لا بنوها ولا اجوا عليها، ما شفت لا سياره وقفت هنا، لا مسؤول وقف عليها، لا قطاع خاص. يعني وهاي الطلاب هسه اذا يروح المدرسه هم يراد له كراوي، هم يراد له سياره، هم يراد له يعني معاناه. العائله من تعبانه، الطالب تعبان، وانت تشوف الوضعيه كلش تعبانه بعد. بالنسبه للماده والفلوس ما شاء الله صايره بلع ما بلع. الحمد لله على كل حال، والله كريم ان شاء الله. نناشد أبناء المدينة، أبناء مدينة الناصرية، أن يلتفتوا إلى منطقة الزيناوية أو بما يسمى ناحية أور. ناحية أور تعاني من وضع مزري في الخدمات، لعله عندما تخرج إلى مركز المدينة ممكن أن تجد بعض الخدمات، لكن عندما تدخل إلى داخلها وباطن مدينة الزيناوية أو المركز الزيناوية تجد النفايات وكل ما هو قبيح بما تنظر العيون. عندنا احنا مناشدة الى المدارس، طبعا المدرسة عن هاي المنطقة اقل مدرسة تبعد كيلوين عن الاطفال، طبعا وتعرف الخدمات والبنية التحتية الى هذه المدينة او هذه المنطقة خدمات غير مؤهلة للانسان، لا تبليط، لا شوارع منظمة. البلدية إذا تنظر إلى النفايات في كل مكان. بنفس الوقت المدارس التي تبعد عن المنطقة على الأقل كيلوين، طبعا هذا طفل في صف أول وثاني وثالث ورابع، أطفال لا يستطيعون المسير كيلوين والرجوع كيلوين، 4 كيلوات على أقل مدرسة، 4 كيلوات. زين بهاي الحالة تحتاج إلى خطوط، كل بيت يحتوي على 3 أو 4 أطفال. يعني تصور هي مدينة منطقة شعبية ومنطقة ليس من كونها أن تكون دخلها عالي، فلا بد أن يكون كل طفل وكل بيت أقل ما يكون 3 خطوط وكل خط 20,000 أو أكثر. بنفس الوقت هاي مدرسة قريبة على المنطقة على الأقل صار لها 10 سنوات ما حد شافها. طبعاً بنفس الوقت مو بس المدرسة اللي بهاي المنطقة أو غير منطقة، وإنما في جميع مناطق الناصرية تفتقر إلى شنو؟ دوام. يعني دوام ماكو عندنا مدرسة واحدة عندها دوام واحد، أقل مدرسة تكون 3 دوامات أو دوامين أو أكثر بعض الأحيان. فلا بد أن يلتفتوا أبناء المحافظة اللي هم أصحاب المسؤولية، ينظرون إلى المدينة وينظرون إلى هذا الحي نظرة أبوية. السلام عليكم استاذ. هاي المدرسه متلكه من 2013، اجى المقاول هنا ذاك اليوم سولفنا وياه، قال الدولار تغير، هم على الدولار القديم، فقال هسه الدولار، فاجى ذب الشياش، اجى سلع عشيش القديم، الصب متهالك، فسولفنا وياه وخابرنا معاون المحافظ، اجى معاون المحافظ قال له ما تشتغل الصب من جديد، مدير التربيه ما له اي دور، خابرنا حتى على المحافظ على مود المدرسه ووضحنا لهم الصورة ما لهم أي دور. لحد الآن المقاول يجي كل شهر يشتغل له شوية وينسحب. فإحنا آخر شيء وصلنا له إنه قعدنا ويا حج وصفي، قال حج وصفي إنه بالوجبة الثانية تنزل المدرسة. فالمدرسة صار لها بالتقريب 9 سنوات ما لها أي حل، والمقاول ما حد يعني ما حد جاي يتصرف وياه أو يحاسبه أو يوقفه، يقول له أستاذ اشتغل، ليش تتوقف أنت؟ هاي وحدة. المدارس بقية كلهن كملن الوجبة الأولى، ليش ما كملت هاي؟ أضافة على الموضوع أنه ماكو مدرسة ابتدائية بهاي المنطقة أستاذ. هاي المدرسة يعني يريد يأخذ أطفالهم بعد 3 كيلوات و4 كيلوات بالطين بالشتاء، يأخذونهم بستوتة أنه المدرسة الابتدائية بصف المركز مدرسة الزيناوية هناك. فإحنا ناشدنا وهاي من خلال قناتكم وسعيك مشكور أنه يكملون المدرسة، مدرسة ابتدائية ما عندنا، جاي نعاني وناشدناها كلها. اخير شيء منتظرين اذا ما انطلقت هاي الوجبه الثانيه احنا لنا غير تصرف وياهم. وشكرا استاذ. نحن في هذا المكان طبعا يشوفون حال المدرسه وحال الوضع،
ناشط احنا مدير التربية على الازدواجية في المدارس، والتلكك جاي يصير واجتماع الطلبة. واحنا سأبسط الأشياء أنه هاي المدرسة اللي متروكة صار تقريبا أكثر من 10 سنوات في هذه المنطقة تتحول من مقاول إلى مقاول آخر، وما نعرف مصيرها يعني بصراحة. فأريد حل لهذا الموضوع بس الوقت لتلافي الازدواجات وتلافي الزخم ومعاناة الطلاب في الدوام والدراسة. اخوان، موضوع المدارس، موضوع المدارس يوم عن يوم قاعد يصير للأسوأ. يعني انت مدرسة 4 أو 3 أو 2 3 أو 2 3، يعني بحيث احنا الطلاب صار مختلط بنية وي ولد. هسه عمي قلنا دول اطفال، ومثل ما تقولوا اول ثاني ابتدائية، عمي هاي المتوسطة همي نفس الشيء. زين، والناشد هسه الحكومة هاي اريد بويق، لا مريد دفاتر الجهالة يعينون هاي الناس الفقرة، هم يعينون هاي الناس الفقراء. جزاكم الله خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من خلال واقع محافظة ذي قار المرير، كذلك في المدارس من الواقع التربوي، لذلك نشيد من وزير التربية بتقليص الدوامات، وكذلك فتح المدارس التي هي حاليا قيد الانشاء. لكم مدارس قيد الانشاء، والمدارس الحالية يعني تعدد الدوامات بها 3 مدارس أو 4 مدارس كذلك، فيعني يصير لود على المعلم أو المدرس، يعني كل حصة ربع ساعة أو نص ساعة، فهي ما توفر يعني ما توفر للطالب كافة الاحتياجات. وكذلك من ناحية القرطاسية وتجهيز المدارس، يعني من خلال الآباء ومن خلال القوت اليومي، يعني ماكو دعم من وزارة التربية أو من وزارة التعليم لهكذا أمور. الشتاء جاي وأطفال هاي تمشي كيلوين مو من الطبيعي، يعني طفل عمره 6 سنوات يمشي كيلوين ويرجع كيلوين مو من الطبيعي. أكيد لابد أن ينظروا لهذه المنطقة. بنفس الوقت جميع المناطق اللي قريبة عليها تبلطت، ما أعرف يعني الشوارع موزعة على سلف للمقاولين، كل مقاول إلى شارع، يعني أصور كل مقاول مطلوب جابوه المدينة الزينوية حتى يسدد. يعني من معقولة هذا الشارع واللي وراه واللي بعده مبلط، وهذا الشارع قالوا ما مشمول إلا بالخطة وراح البغداد ويجي. يعني هل من معقول دولة أو محافظة تودي شارع البغداد يروح يجي موافقته على مو الشارع يتبلط أو ما يتبلط؟ انظر للمدينة، مدينة مربع، يعني مربع تتبلط من عنده 3 شوارع 4 شوارع والباقي غير مبلط وغير مشمول. يعني تتصور وين هاي، وين صايرة، بأي مدينة، بأي محافظة، وإحنا بسنة 2023، هل من المعقول مربع يتبلط من عنده 3 شوارع و4 شوارع والباقي لا؟ طبعا هذا ما يقبلها العقل، العقل ما يقبلها إلا موزعة هاي هذا المربع على شوارع للمقاولين أو غير مقاولين. فننظر أفضل مما يكون هناك انتفاضة ويطلعون الأبناء أبناء المدينة المن يوقفون بالشوارع، وتجي القنوات وغير القنوات، وتجي تريد توثق المشاكل اللي احنا بيها. فنود يعني نود من المسؤولين أن شنو يقومون بواجبهم، لا على الأقل واجبهم، ما أريد من عندهم شيء، فقط الواجب اللي هم مطالبين به. وإلا أنظر مدرسة مهيكلة صار أكثر من 10 سنوات، 10 سنوات إجا المقاول دق البتلو وراح، إجا مقاول آخر دق على سياج وراح، إجا مقاول آخر حط على سياج 2 3 وراح. يعني تصور مدرسة تكمل ب25 سنة، مفاعل نووية مولانا راح يسوونها هنا بالزيناوية.